السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نديرو تتمة ديال حصة تقويم والدعم ديال كتاب منهل النشاط العلمي الخاص بالوحدة الثالثة صنيف المادة وخاصيتها والخلائط والذوبان ضمن كراسة المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذن باش ما يكونش الفيديو طويل قررت أنني نقسم الفيديو إلى جوج. في الحصة السابقة درت معكم تقويم المكتسبات وتقويم توليفي، اليوم غادي نديرو هذا الصفحة 44 من الكتاب المدرسي. إذن نبدأو على بركة الله تقويم نهج التقصي. إذن قامت مريم بإذابة كميات من الملح في 100 مللتر من الماء، يبين الجدول التالي النتائج التي حصلت عليها. إذن هذه مريم قامت بإذابة واحد الكميات من الملح، إذن مثلا هنا كتلة الملح المذاب هنايا 10 غرام، ذاب الملح كليا درجة حرارة الماء 25 دوغري سيليسيوس، تم تحريك الخليط. نعم، إذا هنايا 20 غرام نفس الشيء، 30 غرام نفس الشيء، لكن هنا 40 غرام ذاب الملح جزئيا في نفس الظروف 25 درجة دوغري سيليسيوس وتم التحريك. إذا نشوفوا السؤال، ماذا درست مريم في هذه التجربة؟ شنو درسات في هذه التجربة نظركم؟ واش درسات كمية الملح التي ستذوب في 100 مليلتر من الماء، يعني الكمية ديال الماء اللي غادي تذوب ليا في 100 مليلتر من الماء، ولا كمية الملح التي ستذوب في درجات حرارة مختلفة، ولا كمية الملح اللي غادي تذوب في درجات حرارة مختلفة؟ اللي كتلاحظوا حنايا هنا ما عندناش درجات حرارة مختلفة، عندنا نفس درجات الحرارة. ثالثا، مدى سرعة ذوبان الملح عند زيادة سرعة التحريك، يعني السرعة ديال ذوبان ديال الملح عند زيادة التحريك. اذا هنا هي ما درستش هذا الشيء هذا، علاش؟ لان في كل حاله تم تحريك الخليط. رابعا، مدى سرعه ذوبان الملح عند تقليل سرعه التحريك. اذا رابعا، المدى ديال السرعه ديال ذوبان ديال الملح واش تسرعات منين قللنا التحريك. اذا هنايا مريم حركات بنفس الوتيره، يعني ما كانش الاختلاف. اذا الاجابه الصحيحه هي انها باش تعرف كميه الملح التي ستذوب في مئات مليلتر من الماء. اذا باش تعرف الكميه ديال الماء او عفوا الكميه ديال الملح اللي غادي تذوب ليا في 100 مليلتر من الماء، دارت هذه التجربه هذه وشافت بان 10 غرام كتذوب كليا، 20 غرام كذلك، 30 غرام كذلك، لكن منين ضافت 40 غرام ذاب الملح جزئيا وليس كليا. اذا الاجابه الصحيحه، اذا اكتب رقم الاجابه الصحيحه، رقمها هو 1، اجابه 1 كمية الملح التي ستذوب في 100 مليلتر من الماء. إذا هنا عندي شبكة التقويم، شبكة تقويم الأهداف التعلمية. إذا هذه الشبكة كتخص المتعلمين والمتعلمات باش يعرفوا القدرات ديالهم، واش متمكنين من هذه التعلمات ولا لا. إذا كما كتشوفوا الوحدة الثالثة مقسمة على جوج، عندنا التصنيف وخاصيات المادة وعندنا الخلائط والذوبان. كل درس كتشوف راسك واش غير متمكن ولا في طور التمكن ولا متمكن، بناء على هاد الأنشطة اللي درتي في تقويم الدعم. داكوغ، سابيا الآن غادي نمرو إلى أنشطة داعمة. أنشطة داعمة، إذا هنا أكتب حرف في، يعني فغي صحيح، أمام الاقتراحات الصحيحة، يعني نكتب في في الحالة ديال الاقتراح الصحيح، وحرف اف أمام الاقتراحات الخاطئة. وغادي ندير هاد الحرف ديال اف، يعني فو، يعني خاطئ، أمام الاقتراح الخاطئ. مفهوم؟ في غادي نديرها امام الاقتراح الصحيح، و اف غادي نديرها امام الاقتراح الخاطئ. صافي. اذا نبداو بالاقتراح الاول، وزن جسم هو القوة التي تطبقها الارض عليه. هذه راه واضحة، اذا الاقتراح هذا صحيح، غادي نديرو في. اقتراح ثاني، نقيس شدة الوزن بالميزان. اذا شدة الوزن ما كنقيسوهاش بالميزان، اللي كنقيسوها بالميزان هي الكتلة، شدة الوزن غادي نقيسوها بالدينامومتر. اذا هذه عبارة خاطئة. اقتراح ثالث، كتلة جسم هي وزنه. كتلة ديال الجسم هي وزنه، هذه خاطئة. فهم الوزن شيء والكتلة شيء آخر. وحدة الكتلة هي الجرام، إذا الوحدة ديال الكتلة هي الجرام وكذلك الكيلوغرام. إذا نبغي لا تتغير كتلة جسم صلب بعد انصهاره. من بعد ما انصهر واحد الجسم صلب، مثلا قطعة ديال الحديد، من بعد ما انصهرت الكتلة ديالها ما كتغيرش. حنا شفناها في واحد النشاط في تقويم المكتسبات. فإذا هنايا هذه لا تتغير. إذا فغي، تتغير كتلة جسم سائل بعد تجمده. إذا عندي واحد الكأس من الماء كان سائل ورجع لنا صلب، واش غتغير الكتلة ديالو؟ حنا فو ما غتغيرش.
كتلة خليط متجانس تختلف عن مجموع كتل مكوناته. إذا أنا هذه الكتلة ديال الخليط المتجانس غتختلف على المجموع ديال الكتل ديال المكونات ديالو. هنا هذه عبارة خاطئة، خاطئة. كتلة خليط غير متجانس هي مجموع كتل مكوناته. صحيح، احنا عارفين بان واحد الخليط عنده واحد الكتله، حتى المكونات ديالو راه نفس الكتله الا جمعناهم، داكور نفس الكتله. نمروا للاقتراح الموالي، يمكن للماء ان يذيب جميع المواد. اذا الماء يمكن له يذوب لي جميع المواد، واش هذا الاقتراح في نظركم صحيح؟ اذا هذا اقتراح خاطئ، لانه مثلا ناخذ مثال ديال الرمل، الا درنا الرمل في الماء ما غاديش يذوب داك الرمل. المحلول خليط غير متجانس، اذا المحلول خليط غير متجانس، واش هذه العباره صحيح؟ لان هذه العباره خاطئه. حنا كنعرفوا بان المحلول هو خليط متجانس لا يمكن التفريق بين مكوناته. فهم؟ اذا المحلول خليط غير متجانس هنايا عباره خاطئه. يمكن تسريع الذوبان بالتحريك فقط، اذا يمكن لي نسرع الذوبان فقط بالتحريك، واش صحيح او خطا؟ اذا كاين بزاف ديال التقنيات، كاين التحريك، كاين التسخين كما تعرفنا في الدروس ديال هذه الوحده، اذا ما كاينش غير التحريك، اذا هذه فو. الاقتراح الموالي، يمكن تسريع الذوبان بالتحريك ورفع درجه الحراره. اذا هادشي اللي قلت قبيلات، اذا يمكن لي نسرع الذوبان ماشي غير بالتحريك فقط، وماشي غير برفع درجه الحراره فقط، ولكن هما معا مثلا بالتحريك ورفع درجة الحرارة. إذا هذه عبارة صحيحة. يمكن تسريع ذوبان جسم باستعمال مسحوقه، يعني يمكن لي نسرع الذوبان ديال واحد الجسم باستعمال المسحوق ديالو، يعني مطحون مزيان، مثلا السكر على شكل حبيبات، زيت طحنته ولا مسحوق، إذا داك المسحوق غادي يذوب ليا قبل من ذاك الحبيبات، يعني هذه العبارة صحيحة، يمكن تسريع ذوبان جسم باستعمال مسحوقه. فهم فغي. الترشيح هو تقنية فصل مكونات خليط متجانس. إذا الترشيح هو تقنية فصل مكونات خليط متجانس، يعني هذه التقنية كتمكنني من أنني نفصل مكونات خليط متجانس، واش صحيح ولا خطأ؟ إذا هذه عبارة خاطئة، علاش؟ لأن الترشيح داك، علاش كنستعملوا داك الرشاحة أصلا؟ علاش كنستعملوا داك ورق الترشيح؟ باش يحيد لي داك الأجسام العالقة، داكوغ؟ داك الأجسام العالقة. إذا الترشيح هو تقنية فصل مكونات خليط غير متجانس، ماشي متجانس، إذا هذه فوق. اقتراح الموالي، لفصل مكونات خليط متجانس نستعمل تقنية التبخر. إذا تقنية التبخر كتمكننا من فصل مكونات خليط متجانس، وآخر درس درناه في هذه الوحدة، إذا هذه عبارة صحيحة. التصفيق هو تقنية فصل مكونات خليط غير متجانس، هذه صحيح. إذا التصفيق هي واحد التقنية كتمكنني من فصل المكونات ديال واحد الخليط غير متجانس، الخليط الذي يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. إذا هنا داكوغ، وبهذا غادي نكون ساليت الأنشطة ديال الصفحة 44 اللي كانت فقط تتمة ديال أنشطة التقويم والدعم ديال الصفحتين 43 و44. كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. لا تبخلوا على القناة بالضغط على زر الإعجاب، وكذلك اللي باقي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقاو يوصلوه جميع الفيديوهات اللي كنقدم. القناة اللي كتقدم الدعم المدرسي لجميع التلاميذ والتلميذات ديال المستويات الابتدائية والإعدادية. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.